ديما ديما راجع. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال فيغ خبر عنوانه الرجاء يختار أبو شروان والجناني لقيادة الفريق أمام أولمبيك أسفي. وفي تفاصيل الخبر قرر المكتب المستير لفريق الرجاء الرياضي إسناد مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت للمدرب المساعد عبد الكريم الجناني خلفا للبوسني روسمير زفيكو المقال من منصبه. وغير رافق الجناني في هذه المهمة المؤقتة اللاعب السابق والمدرب هشام أبو شروان لمعرفته التامة بالفريق الأخضر واشتغاله بشكل مباشر في أكاديمية النادي كمستشار تقني. وغيقود الثنائي الجناني وأبو شروان فريق الرجاء في مباراة المقبلة أمام مستضيف أولمبيك أسفي برسم الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية لعدم وجود وقت كافي لتعيين مدرب جديد لقيادة النادي. وتأكيدا للخبر اللي نشرناه أول أمس أقالت إدارة فريق الرجاء البوسني روسمير زفيكو مهامه على رأس العريضة الفنية للفريق بعد الهزيمة الكبيرة اللي تعرض لها النادي أمام اتحاد طنجة بثلاثية مقابل هدف واحد إلى جانب الإجماع على عدم الاقتناع بالمردود التقني للفريق بشكل عام وعدم انسجام فلسفة المدرب مع أسلوب لعب الفريق. هذا غرفة المكتب المسير منح زفيكو فرصة أخرى والانتظار لما بعد مباراة الفريق القادمة أمام أولمبيك أسفي الأمر اللي أجل بقرار إقالته. بيسيرو يرفض عرض الرجاء لخليفة زفيكو. وفي نفس السياق رفض المدرب البرتغالي خوسي بيسيرو عرض المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي لخلافة المدرب مقال منصبه روسمير زفيكو. واقترحوا مسؤولي الرجاء على بيسيرو مبلغ 35,000 دولار كراتب شهري ليه والطاقم التقني بأكماله، وهو العرض اللي منجحش في إقناع البرتغالي للدخول لهذه المغامرة الجديدة. واشترطت إدارة الرجاء على بيسيرو ضم 3 أفراد للطاقم التقني باستثناء المعيد البدني بسبب تشبت الفريق الأخضر بالتونسي عمر بن ونيس، وهو الأمر اللي ما قبلوش المدرب السابق للمنتخب النيجيري. ويضطر المكتب المسير لفريق الرجاء لرصد السيادة الذاتية للمدربين الموضوع على طاولته للبحث على خليفة روسمير زفيكو بعد ما تقرر بشكل رسمي إنهاء مهامه بعد النتائج السلبية اللي حصد الفريق خلال بداية الموسم الكروي الجاري، وذلك بهزيمتين في أول جولتين من البطولة أمام النهضة البركانية داخل الميدان وأمام اتحاد طنجة بحصة 3 أهداف لهدف واحد. عرض إماراتي للاعب كامارا سبب إسقاطه من التشكيل الرسمي لمباراة الرجاء واتحاد طنجة. وسقط أحمد كامارا من التشكيل الرسمي لمباراة فريقه الماضية أمام اتحاد طنجة، وذلك لحساب مؤجل الجولة الثانية من البطولة بعد ما تلقى اللاعب الغيني عرض من الإمارات. وحسب عدة منابر إعلامية فكامارا كان غيلعب كأساسي ضد اتحاد طنجة بعد ما اختاروا روسمير زفيكو ضمن التشكيلة الرسمية، لكن المكتب المديري للفريق الأخضر توصل بعرض رسمي من أجل انتداب اللاعب الغيني ما تسبب في تشتيت تركيزه وإسقاطه من التشكيل الرسمي قرار من المدرب روسمير زفيكو. هذا وأظهر كامارا عدم استعداده اللاعب في الشوط الأول قبل ما يدخل الخوض مجريات النصف الثاني من اللقاء حسب نفس المنابر. قبل مواجهة الرجاء أولمبيك أسفي يستعيد لاعبا بارزا، وفي عين خصم الرجاء المقبل في البطولة استعاد نادي أولمبيك أسفي خدمات لاعب بارز قبل مباراة المقبلة ضد فريق الرجاء لحساب جولة الرابعة من البطولة الاحترافية. وبات بإمكان المدرب أمين الكرمة الاعتماد على عبد الغفور لاميرات ضد فريق الرجاء الرياضي بعد ما غاب على اللقاء الأخير اللي جمع أولمبيك أسفي بالنهضة البركانية واللي عرف هزيمة الفريق المسفيوي بهدفين مقابل لا شيء. وكان غياب لاميرات على مواجهة نهضة بركان بسبب العقوبة الانضباطية عقب طرده في لقاء شباب محمدية بعد تحصله على إنذارين. يشار أن أولمبيك أسفي غيصادف فريق الرجاء الرياضي يوم الأحد المقبل انطلاقا من الساعة 8 مساء على أرضية ملعب المسيرة. السعودية تقترح استقبال ديربي الوداد والرجاء. وفي تفاصيل الخبر بدأت المملكة العربية السعودية استعدادها لاستضافة ديربي الرجاء الرياضي والوداد ذهبا وإيابا لحساب منافسات البطولة الوطنية في الموسم الرياضي الجاري. وكشفت عدة تقارير إعلامية أن الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية فتحت قنوات تواصل مع الجامعة الملكية والعصبة الاحترافية بهدف توصل اتفاق نهائي لاستضافة ديربي ذهبا وإيابا. وضاف نفس المصادر أن المفاوضات بين الأطراف المعنية في مراحل الأولى ومن السابق الأوان الحديث على اتفاق نهائي أو حتى رد أولي إيجابي أو سلبي من الجامعة والعصبة الاحترافية بالإضافة لقطبي الدار البيضاء. ووضحت التقارير ذاتها
أن الهيئة العامة بالمملكة العربية السعودية كتحاول إغراء الفريقين بمقابل مادي كبير من أجل قبول العرض، واللي يقدر يوصل لمليار سنتيم لكل واحد منهم. وكتأمل الهيئة العامة للترفيه في الوصول لاتفاق نهائي يرضي الجميع، علم أن مسؤولي الرجاء والوداد ما كيمانعوش في التسويق منتوجهم خارج المغرب، إلى جانب الاستفادة المادية الكبيرة من بحال هذه المبادرات. وفي حالة موافقة الأطراف المالية غتكون سابقة في تاريخ كرة القدم الوطنية، فرصة لجماهير الرجاء والوداد المتواجدة في المملكة العربية السعودية والخليج العربي من أجل عيش أجواء الديربي المغربي، إلى جانب تسويق كرة القدم الوطنية على مستوى أوسع. هالة يضيف عضوين جديدين في مكتبه المسير. وفي تفاصيل الخبر، قرر رئيس فريق الرجاء الرياضي عادل هالة إضافة عضوين جديدين في المكتب المسير للفريق تزامنا مع عقد أول اجتماع للمكتب المديري. واختار عادل هالة تعزيز مكتبه بكل من عادل بوغا وأحمد شوقي اللي غينضافوا للائحة المكتب المسير لفريق الرجاء في الفترة القادمة. وحضروا العضوين الجديدين الاثنين الماضي أول اجتماع كيعقدوا المكتب المسير لفريق الرجاء، بحيث تم خلاله طرح مجموعة من النقاط أبرزها وضعية الفريق بعد نجاحه في رفع المنع والتحديات اللي كتنتظر النادي، إلى جانب البحث على سبل إنعاش خزينة الفريق في الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن لائحة مكتب عادل هالة كتضم كل من خالد فكرني، يوسف لطفي، مصطفى حنان، إلى جانب عبد الله بيراوين، وأسامة بطاش، وهشام الوزاني، وإلهام دخوش، وسعيد شرامي، وفهد بن مبارك، بالإضافة للعضوين الجديدين. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم من جورنال فيغ. في أمان الله، ونتلاقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لبناء.